خلوني أقول لكم شيء على بال ما ينزلون. هذه الغواصة تجربتها سهل جدا، تقدر تجي للمكان تسعى الغواصة في بوليفارد وورلد وتدفع التيكت وتكمل الجولة. يلا تعالوا 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 خلوكم معنا نطلعكم على أجواءها. ودخلنا داخل الغواصة. فيما يبدو يا جماعة الخير في شعاب مرجانية طبعا، وفي كذا مناظر حلوة. نرجس الوضع عندك؟ الوضع عندي مستانسة مروقة على الآخر. تخيلت محمد انك تدخل الغواصة وقدر اطلع عليكم، يعني لا تزعلوا مني بس عشان اعطي وجه المشاهدين. لك في الغواص طيب نرجس؟ ولا عمري جرب تغريد لها في الغوص. طبعا تغريد الهويش. تغريد الهويش معنا يحب طيب. الغوص مرة. طبعا هذه واحدة من التجارب الجميلة اللي تكشف لك الحياة في داخل أعماق البحار، إيش يكون فيها. أنا أشوف القواقع وشعاب مرجانية وحياة بحرية هنا مختلفة مرة صراحة. على فكرة في أدوات سلامة هنا، اللايف جاكيت موجود حتى تلبسوه لو لا قدر الله احتجتوا شيء. وراح ننقل لكم أكيد جونا بعد ما نخلص هالتجربة وش اللي شفناه. شعور حلو جدا جميل. شفتي كيف هزت الغواصة؟ تحسسك فعلا أنت انطلقنا في داخل عمق البحر. يلا خلنا نشوف. يلا في داخل البحر. يلا واحدة من أمتع التجارب اللي عشتها في الرياض. الجو غير داخل، ولما طلعنا برا حسينا أحلى. هذه وجهة نظر نرجس ومحمد، لكن وجهة نظري إن الجو حلو استمتعت فيه بكل ما تعنيه الكلمة. تجربة راح أعيدها مرة ومرتين وثلاث. كيف التجربة؟ بالله انقلي لي شعورك يا نرجس. تجربة رهيبة 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 بالنسبة لي. والله حلو. وش شفت؟ شفت شعاب شوي من شفته. شفت شعاب، شفت مشاهد خلابة، شفت مجسمات حلوة، حستني بأجواء البحر. شفنا عروس البحر، شفنا صدف، شفنا بقايا من سفن، شفنا حاجات كثيرة جدا. شعور جميل لما تجي تستمتع بهالمركبة هذه. صحيح. الجميلة الأولى أتوقع من نوعها حتى نرجس لما كان في الشرق الأوسط بعد. صحيح محمد. نرجس عجبتك الشعاب ولا الأصداف ولا؟ عجبتني الحورية، حورية البحر. إيه تذكرني بنفسي.